معظم محطاتنا في قراءتنا لهذا اليوم عن المدرسة والمدارس والطلبة والطالبات، وهذه المرة في ربط حي ومباشر سننتقل بكم إلى محافظة مسندم وتحديدا إلى ولاية خصب. الزميل من هناك عبد الرحمن بن علي الظهوري سينقل لنا أيضا تفاصيل بداية العام الدراسي من هناك. فصباح الخير لك يا عبد الرحمن، وأهلا بك أيضا إلى برنامج قهوة الصباح. السلام عليكم، أسعد الله صباحاتكم، صباحات المشاهدين الكرام. صباح مليء بالحيوية والجد والاجتهاد، يبحث فيه الطلاب عن ما ينير عقولهم ويرفع من الوعي المعرفي لديهم. متواجدون اليوم في مدرسة قدا للتعليم الأساسي للحديث حول بداية العام الدراسي وما هي التطلعات التي تخص هذا العام الدراسي. نستضيف الفاضلة الأستاذة مكية بنت حسن الكمزارية، مساعدة مديرة لمدرسة قدا للتعليم العام. أستاذة مكية أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم أستاذ في ربوع مدرستنا، وكل عام والجميع بخير. أستاذة مكية، لو تحدثين عن أهم التطلعات التي ترونها في هذا العام الدراسي. وجدنا اليوم الجو مفعم بالحيوية لدى الطلاب، حدثينا عن هذا الأمر. حتى ترون ذلك الجو المفعم بالحيوية أستاذي، كما ذكرت كان سبقت مرحلة من التخطيط والتجهيز للعام الدراسي، فكل عام وجميع الكادر التربوي والتعليمي من هرم الوزارة حتى المدارس وهم بألف خير وينعمون بذلك الجد وتلك الحيوية في تخطيطهم لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل ما يلزم الطالب، سواء في بيئة المدرسية، المنهاج، الكتب، تخطيط وتوزيع أيضا الكادر التعليمي على المدارس. هذا ساهم حقا في استتباب الأمور وثباتها وإضافة نوع من الاستقرار على العملية التعليمية. حدثينا أستاذة مكية عن أهم الأمور التخطيطية الموضوعة من قبلكم لهذا العام الدراسي. سبق تخطيطنا تخطيط الوزارة في توزيع الكادر التعليمي وخصوصا استلام المعلمين الجدد على المدارس واستتبابها. استلمنا نحن هذه الأشياء، بذلك بدأنا في التخطيط للعام الدراسي من خلال وضع الجداول وتوزيع الأنصبة للمعلمين وتوفير ما يلزم الطالب، سواء كان هذا في بيئته، وحرصنا أن تكون بيئة مناسبة في ظل التغيرات ودرجات الحرارة والكثافة الطلابية كذلك في مدارسنا وكل المدارس، تهيئة المعلمين أيضا باحتياجاتهم وتوفيرها لهم بما يتكفل، بإضافة اللمسات الأخيرة التي يستلم ويشحذ فيها المعلم طاقته ليمضي قدما في أن يكون على أهبة الاستعداد لاستلام وظيفته، سواء كان معلما جديدا، مدربا، مهيئا، أو معلما مخضرما يمضي في تعليم هذا الجيل ثروة الوطن الغالية. هناك أساليب متنوعة وطرق تعليمية متجددة، متى اللوازم التي فيها الطلاب أو الأشياء التي سيحققون من خلالها الأهداف المأمولة التي وضعتها التربية؟ حدثينا عن هذه الأساليب التعليمية. عين الكادر التربوي والتعليم اليوم أستاذي على طالب المستقبل أن يكون جاهزاً للغد، فعنصر الابتكار وعنصر التقنية كان من أولويات أهداف المدرسة، بالتالي كذلك التغيرات التي ممكن أن تطرأ على العملية، فرقمنة المناهج وتوزيع المنهاج الرقمي قبل وقت كافي من المدرسة سيساهم وساهم في استتباب هذا الاستقرار، كذلك توفير هذه القاعات المحوسبة وتوزيعها في المدارس ومساعدة الطالب وتعليمه لهذه المهارات التقنية وتجهيزه لهذه المعرفة الرقمية، من شأنها أن تنشئ هذا الجيل المستعد لأي شيء في هذا الوطن. ولا ننسى أنه هذا الطالب سيكون يوما ما في زمان غير زماننا، وسيكون المعول الأول لبناء عمان منطلق من هنا، أيا كانت التحديات، كانت في الكثافة الطلابية، كانت في المنهاج الورقي الذي دائما أيضا يخضع لظروف أخرى بشرية مادية، ستظل هناك الحلول الرقمية
هي الأسهل، لكن أيضا بتضافر الجهود وتوفير الشبكات المناسبة لمساعدة كل من المعلم والطالب في أن يتعلم في هذه الظروف الحيوية المستتبة المجهزة له للمستقبل. أستاذ، لو تحدثين عن أهم النصائح التي توجهها للطلاب وكذلك الجهاز الإداري التعليمي في هذا العام الدراسي. عملية التعليم أستاذي عبد الرحمن عملية مشتركة بين المدرسة وبين المنزل. المحور الأول هو الطالب، هو الطالب الذي يعول عليه أن يكون هو من يعلم ذاته بذاته وليس ذلك المنتظر للملعقة الذهبية. أولا يجب أيضا بعد توكله على الله أن يستشعر هذه التحديات ويعلمنا نحن الكبار كيف نتعلم عليها، فالجيل أذكى مما نتصور. ثانيا، نحن بحاجة جدا إلى إشراك ولي الأمر في العملية التعليمية في المدرسة. لا تعمل لوحدها، ويدها وحدها لا تصفق ولا تعلم. بالتالي أيضا إشراك المدرسة ولي الأمر في العملية التعليمية، ذلك الإشراك الذي لا يقوم بأدوار المدرسة بل يقوم بإكمالها ومتابعتها فيما يخدم مصلحة الطالب. المحور الأول هو الطالب وهو المعول الأول، ينبغي أن يشعر بقيمته، أنه هو ثروة الغد، أنه هو معول الوطن، أنه هو من بدء الطابور وهو يهتف باسم الوطن، أنه هو المعول الأول وهو النظرة المشرقة لهذا البلد فيما بعد. نحن لا ننظر إليه اليوم وهو الطالب الصغير أمامنا، فهذا الصغير سوف يكبر ونحن سوف نكبر وسوف نتبادل الأدوار، هو سيعلم ابني كما أنا علمته هذا. فالتربية بالمواطنة والتربية كذلك بالقدوة، التجهيز المعرفي والتقني، هذا كله يعمل جنبا إلى جنب بتضافر الجهود بين المدرسة وبين المنزل، وكذلك حتى إن سخرنا كافة الوزارات والخدمات والهيئات ليس بخسارة أمام ثروة هذا الوطن. شاكرين لك أستاذ مكي على المعلومات التي أضفتها وعلى هذا الاستضافة الرائعة. نعود إليكم من جديد. كما ذكرت الأستاذة أن الطلاب هم ثروة المستقبل وبهم تتحقق أهداف وتأملات المجتمع. طبعا هذا ما تم ذكره من خلال هذا اللقاء. نتمنى لطلابنا وإخواننا التوفيق في هذه المقاعد الدراسية، فالعلم كما هو معروف هو رأس المال الذي لا يفنى وبه تحقق الطموحات المأمولة منهم مستقبلا. من ولاية خصب نعود إليكم بالصوت والصورة. شكرا، شكرا لك يا عبد الرحمن، وكل الدعوات الصادقة والأمنيات الخالصة أكيد لكل الطلبة والطالبات بالتوفيق بمشيئة الله تعالى. شكرا على هذه التغطية المميزة. شكرا أيضا لضيفتك الكريمة الزميل عبد الرحمن بن علي الظهوري، كنت معنا من ولاية خصب بمحافظة مسند. نعم، يعني لو لاحظت أيضا يا سيف حتى في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسبوع الماضي استقبلت المدارس الطلبة بأجواء مثالية رائعة، وهذه المرة سننتقل إلى الربط المباشر الآخر مع الزميل محمد الذهلي الحاضر معنا أيضا من النادي الدبلوماسي للحديث أكثر عن حملة إنسان لهذا العام. أهلا وسهلا بك محمد وصباحك خير.